مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد. مكون الرياضيات لهذا اليوم عنوانه الطرح دون احتفاظ. الهدف من هذا الدرس هو تعرف التقنية الاعتيادية للطرح بدون احتفاظ في نطاق الأعداد من 0 إلى 99. هذا الدرس هو مخصص لمستوى الأول ابتدائي. نبتدئ بالحساب الذهني. لاحظوا معي، هنا لدينا مجموعة من الأعداد، نريد أن نعرف العدد الذي يليه، العدد الذي يأتي بعد هذا العدد، والعدد الذي يسبقه، العدد الذي كان قبله. من يقرأ لنا هذا العدد؟ هذا العدد هو 9. حسنا جدا. ما هو العدد الذي يليه؟ يليه ماذا؟ 10. حسنا جدا. العدد الذي يسبقه ما هو؟ والعدد 8. حسن جدا. من يقرأ هذا العدد؟ هذا العدد هو 24. ما هو العدد الذي يليه؟ يليه 25. حسن جدا. العدد الذي يسبق 24 والعدد 23. من يقرأ لنا هذا العدد؟ 86. ما هو العدد الذي يليه؟ 87. حسن جدا. العدد الذي يسبقه هو 85. حسن جدا. لاحظوا معي هذا العدد هنا، هذه العملية. لقد درسنا سابقا تقديم مفهوم الطرح أمثلة لهذه العمليات. من يقرأ لنا هذه العملية؟ هنا لدينا 7 ناقص 4 تساوي ماذا؟ احسبوا 7 ناقص 4، كم ستجدون؟ 3. حسن جدا. إذن هنا 7 ناقص 4 تساوي 3. بالنسبة للعدد الأول ماذا يسمى؟ لقد درسنا سابقا أن كل حد في هذه العملية الطرح يسمى ب له اسم معين. إذا العدد الأول هنا هو 7، ماذا يسمى العدد الأول هنا؟ قد درسناه سابقا، يسمى ماذا؟ المطروح من. حسن جدا. المطروح من. العدد الثاني ماذا يسمى؟ العدد الثاني هو 4، ماذا يسمى؟ يسمى المطروح. حسن جدا. المطروح، قلنا سابقا أنه يسمى المطروح. العدد الثالث هنا دي هو 3، ماذا يسمى؟ يسمى الفرق. حسن جدا. الفرق. إذن هذه العملية هي عملية الطرح. انتبهوا معي في هذه المسألة لكي نتعرف على موضوع درسنا لهذا اليوم. لدينا هنا كانت أمال تتوفر على 12 قصة، أعطتها خالتها زكية قصصا أخرى، فأصبح لديها 28 قصة. كم قصة أعطت زكية لابنة أختها أمال؟ هل فهمتم هذه المسألة؟ لدينا هنا أمال كانت تتوفر على 12 قصة، مجموعة من قصص الأنبياء، عددها 12 قصة، فأعطتها خالتها زكية مجموعة من القصص، قصص أخرى أضافتها لقصص الأنبياء التي لديها، فأصبح لديها مجموع القصص هو 28.
هنا المطلوب منا أن نعرف كم قصة أعطت زكية لابنة أختها. كم أعطتها لكي يصبح العدد 28؟ نفكر معي جيدا، ما هي العملية التي يجب أن نقوم بها؟ هي كانت توفر على 12 قصة فأصبح لديها 28. المطلوب منا أن نعرف كم أعطت زكية لابنة أختها. إذن هنا العملية التي يجب أن نقوم بها هو أن نطرح العدد الكلي الذي هو 28 من 12 قصة. حسن جدا. إذن سنتعرف على تقنية إنجاز الطرح. إذن هنا الطرح هو مثل عملية الجمع، نفس التقنية التي درسناها في عملية الجمع سنقوم بإنجازها في عملية الطرح. إذن هنا يجب أن نبحث على وحدات العدد وعشراته. إذن في العدد هنا 28، أين هو وحداته؟ وحداته والعدد 8. حسن جدا. وعشراته 2. حسن جدا. عدد 12 هو رقم وحداته 2، رقم عشراته 1. حسن جدا. إذا سنكتبها في الجدول. هنا الوحدات 8، العشرات 2، 28. هنا في هذه العملية لدينا ماذا؟ 12. سنكتب 2 في الوحدات و1 في العشرات وننجز العملية. نطرح 2 من 8 ونطرح 1 من 2. إذن هنا 8 نطرح منها 2. احسبوها. يمكنكم الاعتماد على الأشرطة. نستعمل الأشرطة 8 من الأشرطة ونزيل منها شريطان. إذن كم ستجدون؟ استعملوا الأشرطة. لدينا 8 نطرح منها 2 تعطينا 6. حسن جدا. 6 و 2 نطرح منها 1 كم تساوي؟ 1. حسن جدا. إذا من يقرأ لنا هذه العملية؟ ثمانية وعشرون ناقص 12 تساوي ماذا؟ 16. إذن كم أعطت خالة أمال؟ كم أعطت زكية لابنة أختها أمال؟ كم من قصة؟ قد وجدنا ماذا؟ 16. إذن 16 أعطتها لابنة أختها، لذلك أصبح العدد 28. إذا حسبنا 12 زائد 16 سنجد أنها 28. حسن جدا. إذا سنمر إلى تمرين تطبيقي. سنحاول إنجاز عمليات الطرح. هنا احسب الفرق بوضع وإنجاز العملية. يجب أن نحسب هذه العمليات. لإنجازها ماذا نستعمل؟ نستعمل جدولا. حسن جدا. لتسهيل الحساب. إذا يجب أن نحدد في كل عدد ماذا؟ نحدد وحداته وعشراته. إذا 60 وحداتها 0 وعشراتها 6. حسن جدا. 30 وحداتها 0 وعشراتها 3. إذا سنمر لكتابة العملية الأولى. سنكتب 60 ناقص ماذا؟ 30. ونحسب. نحسب ونطرح وحدات. نطرح المطروح من المطروح منه. نطرح العدد
أسفل من العدد الأعلى. إذا صفر ناقص صفر هو صفر. إذا هنا نطرح ثلاثة من ستة كم تساوي؟ استعملوا الأشرطة لتسهيل الحساب. كم وجدتم؟ سنجد ثلاثة. حسن جدا. نعمل العملية الثانية. خمسة وثلاثون ناقص أربعة عشر. وحدات خمسة وثلاثون هي خمسة. عشرات ماذا؟ ثلاثة. عدد ال هنا وحداته ماذا؟ أربعة. وعشراته واحد. إذا سننجز العملية. قد كتبنا خمسة وثلاثون ناقص أربعة عشر. إذا ننجز العملية. خمسة ناقص أربعة كم تساوي؟ واحد. حسن جدا. ثلاثة ناقص واحد. واحد نطرحه من ثلاثة. اثنان. حسن جدا. العملية الثالثة. اثنان لدينا تسعة وعشرون رقم وحداته ماذا؟ رقم وحداته تسعة. ورقم عشراته اثنان. بالنسبة لهذا العدد رقم وحداته ثمانية. هل هناك عشرات؟ لا يوجد عشرات. هنا مكتوب وحدات فقط. إذا يجب الانتباه هنا أننا نكتب هذا العدد في جهة العشرات. إذا كتبناها في العملية خاطئة. إذا نكتب تسعة وعشرون. تسعة وعشرون ناقص ماذا؟ ثمانية. إذا ثمانية وحدات نكتب ثمانية هنا ولا نكتب هنا. سنكتب صفر. إذا تسعة ناقص ثمانية واحد. اثنان ناقص لا شيء صفر أو لا شيء. نعم يمكن أن لا نكتب شيئا ويمكن أن نكتب صفر، لكن لتسهيل الحساب نضع هنا صفر. اثنان ناقص صفر اثنان. سنضيف عملية أخرى. مثلا سبعة وعشرون ناقص مثل هذه العملية ناقص ماذا؟ مثلا خمسة. إذا سنحسب خمسة نطرحها من سبعة كم تعطينا؟ اثنان. اثنان ناقص لا شيء اثنان. حسن جدا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.